معانا الأستاذ أحمد الشامي ناقد رياضي ببوابة الأهرام. مساء الخير. الخير أستاذ شيماء، وبرحب بيكي بكل مشاهدينك على قناة دي ام سي. مساء الخير أستاذ أحمد الشامي، مبروك البرنامج إن شاء الله والتوفيق. شكرا، الله يخليك. في البداية كده أنا عايز أسأل حضرتك إيه رأيك في الموضوع اللي طرحناه النهاردة للتصويت؟ في الفترة الأخيرة عبد الله سعيد كان مستواه مهزوز شوية، وفي نفس الوقت كان مستوى صالح جمعة في ازدهار، فده خلى أن الجمهور طبعا يطالبوا أن صالح جمعة ياخد فرصته كأساسي في تشكيل النادي الأهلي على حساب عبد الله السعيد، رايك ايه في الكلام ده؟ في البدايه هي فكره رائعه تستحق الاشاده من البرنامج ومن اسره التحرير. خلينا نكون متفقين ان عبد الله السعيد يعني تعاقب الاجيال ده شيء طبيعي جدا في كره القدم. عبد الله السعيد قعد فترات طويله جدا في النادي الاهلي، هو رقم واحد. عبد الله السعيد من اللعيبه المميزين جدا في الاهلي، لكن الفرص صالح جمعه هي الاوفر، هي الاكثر الفتره اللي جايه، لكن ناقص صالح بس ان هو يركز شويه هيبقى اكثر ايجابيه واكثر فائده للفريق. انا شايف ان كان في جلسه في بدايه الموسم قبل في فتره تولي الكابتن حسام البدري مع صالح جمعه، واتكلم معاه انه هيبقى ليه فرص في الفريق، واعتقد ان عبد الله يعني صالح بدا يبقى موجود، وكان موجود النهارده في المباراه الوديه بشكل اساسي. لكن طريقه لعب عبد الله السعيد وصالح جمعه مختلفه، يعني برضه عشان نكون منصفين، يعني صالح جمعه هو لعيب مهاري، يعني ممكن نستفيد منه اكثر على الجنبين زي ما كان رمضان صبحي بيلعب، لكن عبد الله السعيد مركز في قلب الملعب سواء بجوار حسام عاشور او حسام غالي. صالح جمعه عنده مزايا اهمها ان هو يقدر يصنع اهداف للمهاجمين، على عكس عبد الله السعيد اللي يعني عنده حته كده الفرديه شويه في سواء التسديدات او التمريرات او التسديدات من اماكن بعيده سواء ثابته او متحركه. يعني حضرتك شايف ان هو يستحق فرصه المشاركه كاساسي في الفتره اللي جايه؟ لازم يكون في فرصه لكل اللاعبين، لان الكل موجود للحصول على الفرصه واثبات الذات. لكن الفرص دايما في الفرق الكبيره بتبقى صعبه، يعني لا قدر الله ما بتجيش الا مع الاصابات، لما يكون في اصابه اللعيب فبيبقى يكون في فرصه للعيب البديل. لكن انا اعتقد يعني ان الفتره الجايه هتشهد تغيرات في النادي الاهلي، خاصة ان في اتجاه داخل الجهاز الفني ان هو يستفيد من القائمة اللي بتضم 29 لاعب، وعدم الاكتفاء بال 11 او 14 لاعب في ثبات التشكيل. حسام صالح جمعة هيكون له فرصة كبيرة الفترة الجاية مع الاهلي، واعتقد ان التقرير اللي انتوا عاملينه على قناة دي ام سي هيكون واحد من الاسباب اللي تدفع تخلي الكابتن حسام البدري يدفع بصالح جمعه على حساب عبد الله السعيد. طيب بعيدا عن النادي الاهلي بقى نروح لنادي الزمالك، وعايز اسال حضرتك رايك ايه في قرار تجديد الثقه مره ثانيه في مؤمن سليمان؟ شايف ان ده القرار الانسب والامثل في الوقت ده؟ والله بصي، هو قرار يعني عمل شغل شويه للراي العام الرياضي، لكن هو اللي كان مقصود بيه بقى عشان نكون منصفين هو ابعاد محمد صلاح عن الجهاز الفني مش مؤمن سليمان. يعني مؤمن سليمان مطيع جدا لرئيس النادي، يعني بينفذ كل قراراته، بيستمع لكل التعليمات ونصايحه. اللي حصل كان سيناريو الغرض منه ابعاد محمد صلاح مع طرح اسماء كثيره، وفي النهايه يكون مؤمن سليمان موجود. ممكن تكون مع اللعيبه نوعين، يعني يا اما اللعيبه بتعتبرها نوع من انواع فقدان الثقه في الجهاز الفني بصفه ان هو ممكن في اي لحظه يتغير، او الشق الثاني ان هو مدير فني قوي فمحدش يقدر يغيره. لكن اللي ساعد مؤمن سليمان كمان ان الدوله بشكل عام ومسؤوله في وزاره الرياضه وكمان الانديه استجابت عدم استخدام مدربين اجانب. اعتقد لو كانت الامور شدت شويه كان مؤمن سليمان ما يكونش موجود، لكن نتمنى التوفيق للكابتن مؤمن سليمان مع فريق الزمالك ان شاء الله تحقيق نتائج ايجابيه. بمناسبه بقى الكلام عن المدربين الاجانب، شايف حضور هيكتور كوبر ايه مع المنتخب الوطني ان شاء الله امام غانا؟ بص، يعني انت حضرتك في المجال الاعلامي ومش جديده، واحنا يعني خلينا نكون واضحين، فوز على غانا سيبقي على كوبر مدير فني المنتخب. لا قدر الله أكيد. اي نتيجه عكسيه
هيكون فيها إقالة للمدير الفني. طبعا الموضوع كده مختصر عشان بس يعني ايه، لكن احنا نتمنى الفوز طبعا للمنتخب الوطني، لكن كبر فرصه حتى الان مميزة، بيدوا دعم مجلس إدارة الاتحاد الكرة، بيأكد من وقت لآخر ان كبر مدير فني مستمر، ما فيش اتجاه لإقالته، لكن اكون صادق معاكي، عدم الفوز لا قدر الله امام غانا سيبعد كوبر عن المنتخب مصر. موضوع منتهي. بصي انت النهارده بتشاركي عشان تروحي كاس عالم، المنتخب اذا ما راحش كاس عالم يبقى احنا ما عملناش حاجه. صحيح، فهيبقى كوبر زيه زي اي واحد تاني خالص. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني في مواجهته القادمه، وبشكرك استاذ احمد الشامي الناقد الرياضي ببوابه الاهرام.